واصل منتخب مصر بقياده البرتغالي ري فيتوريا تدريباته باستاد نادي الكويت استعدادا لوديه بلجيكا المقرر لها يوم الجمعه القادم باستاد جابر الاحمد الدولي. شهد ميرانو منتخب مصر مشاركه جميع اللاعبين ال24 الموجودين في معسكر المنتخب بعد انضمام محمد صلاح ومصطفى محمد ومروان حمدي، كما أدى أحمد الشناوي تدريبات فردية مع مدرب حراس مرمى المنتخب بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.